وللمزيد حول استمرار الأزمة السورية ومباحثات السنة التي انتهت منذ ساعات ومخرجاتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية دكتور أسامة الملوحي. أهلا بك معنا دكتور أسامة. حياكم الله. حياكم الله. أهلا بك دكتور أسامة. بداية، يعني انتهت كما تعلم منذ ساعات محادثات أستانا معلنة عن مخرجات المباحثات، لكن برأيك في ظل انخفاض مستوى الثقة بين المعارضة والحكومة السورية، هل ترى أن البيان الختامي يعبر عن طموحات الشعب السوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا لا أنكر أن لولا هاتفكم إلي للمشاركة في هذا المقطع كنا قد نسينا تماما أن هناك أستانة جديدة. لست أنا فقط، كل المتمسكين بالمبادئ البسيطة للثورة السورية المباركة لا أحد يلقي بالا لهذه الاجتماعات. وعندما نتكلم عن ثقة بين الذين يفترض أنه يمثلون المعارضة وقوى الثورة وبين النظام القاتل السفاح، يعني أي ثقة؟ يعني هناك مفاوضات تجري، نعم، بين الفاقد للشرعية هذا النظام، الفاقد تماما للشرعية منذ تأسيسه من عام 70، وبين المعارضة وقوى الثورة أن تكون مفاوضات لزوال هذا النظام، لمغادرة رأس النظام الذي هو بشار المجرم. يا سيدي اسمح لي أن أقول لك أن المأساة في سوريا ليس كمثلها مأساة منذ بدء كتابة التاريخ في كل الجوانب. الحقيقة يعني هناك تناقض أمام المشاهد الكريم، هو لا يفهم كيف أن هناك معارضين، يعني يسمون أنفسهم معارضين، يجتمعون مع المحتل والقاتل، القاتل القديم الذي هو نظام بشار الأسد وقبله حافظ أسد، ويجتمع مع الروسي ومع الإيراني، وهما اللذين يعني يحتلا البلاد ويعيدون تدوير بشار الأسد، وكل القتل يتم بإشرافهم وتنفيذهم وقيادتهم. لذلك نحن أمام تناقض، يجب علينا أن نوضح الصورة أمام المشاهد الكريم. هؤلاء لفظناهم، وأقصد الذين يذهبون للأستانة ويقولون أنهم معارضون، نحن لفظناهم منذ زمن بعيد بالقول وبالفعل، وقلنا لهم أنتم تفعلون فعلا شائنا يصل لحد تهمة الخيانة ويسجل التاريخ عليكم ذلك. كيف تجتمعون مع المحتل وتناقشون قضايا سخيفة جدا وأنتم فاقدون للشرعية أصلا؟ يعني لذلك هذا يجب أن يكون واضح أنه كيف يجتمع هؤلاء مع المحتل ومع المجرم. دكتور أسامة، ولكن هناك يعني معتقلون وهناك أيضا نازحون، من يتكلم عنهم إن لم يذهب أحد للتفاوض؟ نعم، لو كان هذا الملف مطروح فعلا على مائدة التفاوض، لو نحن نتكلم عن سنين من الأستانات وسوتشي، ونحن نتكلم عن اجتماعات تحصل في الحديقة الخلفية لمديري الإجرام، الروس يديرون الإجرام ويجلبون هؤلاء، وأقصد المعارضون. أنا لا ألوم المحتل ولا ألوم المجرمين، هؤلاء مجرمون ويعرفون أنفسهم، لكن ألوم الذين يسدون الطرق أمام المخلصين في هذه الثورة، وهم كثر وهم الغالبية الساحقة الذين يريدون أن يفعلوا الطرق الصحيحة أمام هؤلاء، وأقصد المحتل الإيراني، المحتل الروسي، والنظام الفاسد الفاقد للشرعية المجرم. نعم، يعني البيان بصيغته هذه يمكن برأيك أن يحدث لربما اختراقا في الأزمة، في ظل كما تعلم يعني تزامنا مع هذه الاجتماعات هناك خروقات وعمليات عسكرية في مناطق سيطرة المعارضة؟ يا سيدي كل ما تحصل أستانة يحصل من ورائها خروق وسقوط لأراضي محررة تسقط بيد النظام المجرم، وهناك قضم للأرض مستمر واعتداءات مستمرة، وهذه الأستانات ربما للتخدير وربما لكسب الوقت. وحتى البيان تستطيع أنت اليوم أن تكتب البيان القادم لأستانة 17 و18 و19، تستطيع أن تكتب كله كلام عام، حفاظ على وحدة وسيادة الأراضي الكذا. هم لم يذكروا، يعني رغم وجود الطرف التركي الوحيد الذي قوى المعارضة والثورة يعني تثق إلى حد ما مع هذا الطرف الضامن التركي، ومع ذلك لم تذكر قوات قسد المجرمة فيما يتعلق بالحفاظ على يعني وحدة الأراضي السورية. على كل الأحوال الأمور واضحة يا سيدي، الثوار ليس أمامهم إلا طريق التحرير ضد المحتل،
والطريق الآخر وهو جلب الشعوب إلى المأساة السورية، جلب الشعوب إلى هذه المأساة. إلى اليوم الشعوب لا تعلم ما يجري في سوريا وما جرى في سوريا، كلها إدارات، حتى الإدارات الأوروبية، إدارات، حكومات، إدارة أمريكية ليس لها علاقة لا بالبرلمانات ولا بالشعوب. إذا وصلت مأساتنا التي قلت عنها أنها ليست مثلها مأساة منذ بدء كتابة التاريخ، إذا وصلت للشعوب فسيحصل الكثير، ولن تمد يد أوروبية أو غربية أو في أي دولة في العالم لن تمد يدها إلى هذا السفاح ولا إلى المحتلين الذين يثبتونه اليوم ويدورونه وإعادة تدوير، لن يمدوا يدهم إلى هذا السفاح، لأنها سبة تاريخية ستطال الجميع. الذي استخدم الكيميائي، الذي استخدم ما تعرفون، عدد الشهداء يفوق 1,300,000 شهيد في سوريا خلال 10 سنوات. إذن من يمد يده لهذا النظام ستتلطخ يده وستكون سبة عليه أمام التاريخ. أنتم تعلمون قانون قيصر، هناك قوانين أخرى في أوروبا، محاكمات لضباط مجرمين، هذا هو السبيل مع هذا النظام، مع حرب تحرير. إذا كان هناك محتل يجب أن نحرر بلدنا، ويجب على كل المخلصين أو أصدقاء الشعب السوري المنتفض العظيم أن يعينونا في حرب التحرير، حرب تحرير ضد محتل. شكراً. أمر واضح، أمر لا لبس فيه. نعم، إذن رئيس هيئة الإنقاذ السورية دكتور أسامة المنوحي، كنت ضيفنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.